تحذير قبل بدء الحرب. هكذا وصفت الأوساط السياسية في إقليم كردستان العراق تصرفات إيران الأخيرة تجاه الإقليم، ابتداء من تصريحات الخامنئي بعدم قبول إيران باستفتاء كرد العراق، مرورا بدعم إيران لكل التوجهات التي تعيق من طموحات الكرد في دولتهم المرتقبة. أنا أعتقد الضغوطات اللي جاية تصير على الإقليم، موضوع المياه وغير المياه، كلها تصب في مجال توجه الإقليم نحو الاستفتاء في مستقبل الإقليم، ومن المفروض أن تحل هذه الإشكالات عن طريق الحوار، لأنه هناك علاقات جيدة بين إقليم كردستان وإيران، وعلاقات جيدة بين العراق وإيران، فبتفاهم واللجوء إلى القوانين الدولية تحل هذه الإشكالات. أما اشتكي طازن يا بلام تسربون نويها نقاوة كان إيران ورقدان ويسياسي. هذه الإجراءات ليست جديدة، لكن المواقف الإيرانية وقطع المياه تهدف لخلق جو سياسي معاد للاستفتاء وقيام دولة كردية. ومن المياه التي قطعتها إيران إلى المدفعية الإيرانية التي قصفت وتقصف مناطق عديدة تقع ضمن حدود إقليم كردستان بحجة وجود عناصر من حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هناك. هذه الضغوطات وراءها أيضا نوايا سياسية للضغط على إقليم كردستان لعدم المضي قدما في عملية الاستفتاء المقررة في 25/9. حكومة إقليم كردستان استنكرت الأفعال الإيرانية التي تخطت حدود المعقول، واتجهت من خلق أحزاب معارضة كردية إلى تهديد بقطع المياه وقصف بحجج أخرى لتتعالى الأصوات كفى إيران. الأحزاب السياسية هنا في إقليم كردستان العراق أكدت للشرقية نيوز أن ما تقوم به إيران من حرب مياه مرورا بقصف مناطق حدودية لإقليم كردستان ليست سوى وسائل ضغط قد تعرقل عملية الاستفتاء في الإقليم. للشرقية نيوز مهند محمود، أربيل.